مرحبا بكم متابعي قناة الملوك. اليوم سوف نعرض لكم الفراخ الموجودة داخل هذا العش. طبعا هذا العش أو هذه الأنثى التي نقلنا إليها البيض. أي أنثى لديها واحدة بيضة مخصبة نقوم بنقل البيضة المخصبة إلى هذه الأنثى، هذه الأنثى وهذا الذكر. طبعا أفقص الحمد لله جميع البيض، البيض الذي نقلنا إلى هذه الأنثى كما تلاحظون فقص جميع البيض. وهناك داخل العش يوجد الكثير من الفراخ، ولكن الأنثى لا تستطيع أن تؤكل الفراخ، أن تهتم بالفراخ جيدا. في هذه الحالة يجب أن نقوم بتوزيع الفراخ على العشاش الموجودة لدينا، يعني أي أنثى لديها فرخ أو فرخان أو ثلاث فراخ نقوم بوضع بعض الفراخ مع الأنثى الأخرى. نتابعوا معنا الطريقة الآن. الآن سوف نقوم بفرز الفراخ. طبعا وضع الفراخ في العشاش الأخرى بحسب العمر، يعني أي فرخ أي عش يكون فيه فراخ يجب أن ننقل الفراخ التي تكون في نفس العمر حتى لا تلاحظ الأنثى وجود فرخ كبير. طبعا عندما ننقل فرخ كبير إلى العش إلى عش آخر فإن الأنثى سوف تلاحظ أن هذا الفرخ مختلف وكبير، فسوف تقوم بضرب هذا الفرخ وقتله. ولكن الطريقة الصحيحة هي أن نختار الفراخ بحسب العمر حتى نتجنب ضرب الأنثى للفراخ. طبعا بعد فقص جميع البيض يوجد 8 فراخ داخل العش. الآن سوف نختار الفراخ بحسب العمر. سوف نختار فرخان بعمر صغيرة، وسوف ننقلها إلى عش يوجد به فراخ بنفس أعمارهم. طبعا نلاحظ أن الأنثى لا تستطيع أن تؤكل جميع الفراخ أو تؤكلهم بكمية قليلة، وهذا ليس جيد لصحة الفراخ. نختار هذا الفرخان بنفس العمر، وسوف ننقلهم إلى هذا العش. طبعا الفراخ الموجود داخل هذا العش بنفس العمر لهذه الفراخ التي سوف ننقلها إليهم. الآن سوف نضع الفراخ داخل العش، وطبعا نتابع تصرفات الأنثى. إذا كانت عدوانية هذه الأنثى سوف تقوم بضرب هذا الفراخ، ولكن إذا كانت الفراخ بنفس العمر فإن الأنثى سوف نلاحظ أن الأنثى لن تضرب الفراخ. الآن سوف نقوم بفرز باقي الفراخ. الآن سوف نتأكد من هذا العش
والفراخ الموجود داخل هذا العش، ونختار الفراخ المناسبة أو المقاربة لأعمار هذه الفراخ الموجود داخل العش. سوف نختار هذا الفرخ، الآن نضع الفرخ. طبعا وضعنا واحد فرخ مع هذه الأنثى لأن يوجد لديها ثلاثة، ووضعنا فرخ واحد أصبحت أربعة. نلاحظ الآن تصرفات الأنثى. طبعا سوف نقوم الآن بوضع باقي الفراخ في نفس العش. الآن سوف نرجع العش إلى القفص. الآن يوجد خمسة فراخ، وبهذا سوف تستطيع الأنثى إطعامهم بكميات كافية. طبعا هذه الطريقة لحماية الفراخ من الموت بسبب الجوع. الآن سوف نتفقد الفراخ التي نقلناها إلى العشاش الأخرى، ونلاحظ تصرفات الأنثى مع هذه الفراخ الجديدة في هذا العش. الحمد لله لا يوجد أي مشكلة. وننتقل إلى العش الثاني. أيضا في هذا العش الحمد لله لا يوجد أي مشكلة. ونلاحظ أن الأنثى تعاطفا مع الفراخ. هذا يعني أن الطريقة نجحت 100%، وبهذا يكون حافظنا على الفراخ من الموت، وحافظنا أيضا على الإنتاج، يكون الإنتاج جيد. الآن نحاول أن نراقب الأنثى. طبعا الأنثى إذا كانت عدوانية أو لم تتقبل الفراخ فإن الأنثى سوف تقوم بضرب الفراخ مباشرة. ونتمنى لكم الفائدة، وانتظرونا في مقاطع قادمة إن شاء الله.